السلام عليكم. عملت له فحص في الخرج، هذول الاثنين مضروبين والدخل مضروب. بدنا نفك. راح اختصر انا بين ما فك الترانستورات ومكمل. نعمل لهم قياس. أنا قسطن، شايفين؟ يعني مثل ما أنا شايفين بهالشكل هذا، اثنين مضروبين، هذول ما فيهم شيء. مبدئيا ما فيهم شيء، لكن أنا بدي أفك كمان هذول وأفحصهم برا، وبدي افك الدخل في الكامل. هلا بعمل فحص للكل. هذا اول واحد شغال، وهذا الثاني. هذا مبين واضح. مثل ما انا شايفين كمان هذا شغال شغال. هذول شغالين وهذول مضروبين. نعمل فحص. لا نلطع. نظامي. طيب. نريد نشوف هون كمان نبضة. وهي نبضة. تمام هيك. هاي فحصنا هيك كل النبضات. لنضيف وركب ومكمل، بس لحتى ما تفوتكم هاي المعلومة اني قست المقاومات تبع ترانزستورات الخرج وطلعت في مقاومة مضروبة. تنسى فحص المقاومات. نشغل. هلا بعد التشغيل ملاحظة صغيرة، وقت لما نقيس أو بتقيس أنت النبضات مثل ما قسنا بالخرج وقسنا بالدخل وهي راكبة المقاومة، فراح يعطيك جهد. تمام؟ ما بيكفي هذا القياس، بدك تقيس المقاومة نفسها تتأكد، لأنه راح تمرر الجهد ولو تالفي المقاومة. مثل ما شفتوا هلا هيك حملناها 2.5 أمبير تقريبا، وهلق هذا الانفرتر
صار جاهز. وهذول الترانزستورات شوفوا هذا اللي كان راكب. نفس النوع. وهذا الدخل. شوفوا. نفس الرقم تماما. خلينا نشوف الجودي. الترانزستور هذا الدخل شوف على الشريحة ممتازة ممتازة، سماكتها ممتازة جدا. ولاحظ السماكة. خلينا نشوف هذا الخرج. طبعا هذا بضاعة كمان ممتازة جدا ما احنا شايفين. هذا هو 740. يعني مثل هيك ترانزستور صعب انه هيك ينضرب لحاله بدون سبب. فهون على الاكيد ليش عم اذكر هذا الكلام؟ لانه كثير انت بتمر معك انه شغلت انت ركبت واختبرت، ومثل ما شفتوا اختبرنا وعلى حمل. يعني طبعا انا مشغل محرك اقلاعه اقلاع عالي، رغم هذا الشيء شغله وهو مرتاح وحرارة ما في ابدا، لا دخل ولا خرج ولا اي شيء. بياخذوا الزبون يوم او يومين او ساعة او ساعتين، او يمكن مجرد انه يوصلوا يضربوا بيرجع بيقول لك انضرب، فممكن يقول لك انت السبب الاخري. بعد هذا الشغل وبعد هذا الفحص ما بقى فيه كلام، والبضاعة بالنسبة لهيك جهاز ممتازة جدا. السلام عليكم.